أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أحمدك وأشكرك ولا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوتي وأحبائي في الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي مرة أخرى في درس جديد، وموضوع درس اليوم وصية الله لنبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. معشر المؤمنين، هذه وصية الله سبحانه وتعالى لنبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، جاءه بها أمين الوحي جبريل عليه السلام، ثم أوصى بها الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم ابن عمه وباب مدينة العلم سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه. قال رابع الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلوت معه في بيته، فقال لي: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. إني أوصيك اليوم بوصية إن أنت حفظتها عشت حميدا ومت شهيدا، وبعثك الله يوم القيامة فقيها عالما. يا علي، من أكل الحلال صفى دينه ورق قلبه ولم يكن لدعوته حجاب. يا علي، من أكل الشبهات اشتبه عليه دينه وأظلم قلبه، ومن أكل الحرام مات قلبه وخف دينه وضعف يقينه وحجب الله دعوته وقلت عبادته. يا علي، إذا غضب الله على أحد رزقه مالا حراما، فإذا اشتد غضبه عليه وكل به شيطانا يبارك له فيه ويصحبه ويشغله بالدنيا عن الدين ويسهل له أمور دنياه ويقول له: الله غفور رحيم. يا علي، ما سافر أحد طالبا الحرام ماشيا إلا كان الشيطان قرينه، ولا راكبا إلا كان رديفه، ولا جمع أحد مالا حراما إلا أكله الشيطان، ولا نسي أحد اسم الله تعالى عند الجماع، عندما يريد الرجل ينام مع زوجته، ولا نسي أحد اسم الله تعالى عند الجماع إلا شاركه الشيطان في ولده، وذلك قول الله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. يا علي، لا يقبل الله تعالى صلاة بلا صدقة، ولا صدقة من الحرام. يا علي، لا يزال المؤمن في زيادة في دينه ما لم يأكل الحرام، ومن فارق العلماء مات قلبه وعمي عن طاعة الله تعالى. يا علي، من قرأ القرآن ولم يحل حلاله ولم يحرم حرامه كان من الذين نبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهورهم. يا علي، استقصي إسباغ الوضوء فإنه شطر الإيمان،
فإذا توضأت فلا تسرف في الماء، يعني ما تخسرش الماء. فإذا فرغت من طهرك اقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخرها، من بعد غسل القدمين 10 مرات فرج الله همك. يا علي، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غسل القدمين فرج الله همه. يا علي، إذا فرغت من الطهارة فخذ ماء وامسح بيديك رقبتك وقل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أستغفرك وأتوب إليك، ثم انظر إلى الأرض وقل أشهد أن محمدا عبدك ورسولك، فإن من قال هذا غفر الله له كل صغيرة وكبيرة. يا علي، إن الملائكة يستغفرون للإنسان ما دام على طهارة ولم يحدث، أي لم يخرج من بطنه شيء. يا علي، من اغتسل يوم الجمعة غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة، وجعل ذلك ثوابا أي أجرا في قبره، وثقلا على ميزانه. يا علي، عليك بالسواك ففيه 24 فضيلة في الدين والبدن، يعني السواك بعود الأراك أو مثلا بعود من الزيتون. يا علي، عليك بالصلاة في أوقاتها فإنها رأس كل فضيلة وسنام كل عبادة. يا علي، تمنى جبريل أن يكون من بني آدم لسبع خصال: الصلوات 5 مع الإمام، ومجالسة العلماء، وعيادة المريض، وتشييع الجنازة، وسقي الماء، والصلح بين الاثنين، وإكرام الجار واليتيم، فاحرص مع ذلك. يا علي، صلي بالليل ولو كحلبة شاة، فالمصلي بالليل أحسن الناس وجها. يا علي، إذا كبرت للصلاة ففرج أصابعك وارفع يديك حذو منكبيك، وإذا كبرت فضع يمينك على شمالك تحت سرتك، وإذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرج أصابعك، يعني افرقهم. يا علي، أسفر بالصبح وصل المغرب عند غياب الشمس بقدر حلب شاة، فإن ذلك من خصال الأنبياء عليهم السلام. يا علي، عليك بصلاة الجماعة فإنها عند الله كمشيك إلى الحج والعمرة، وما يحرص على صلاة الجماعة إلا رجل مؤمن أحبه الله، وما يزهد فيها إلا منافق قد أبغضه الله. يا علي، أحب العباد إلى الله تعالى عبد ساجد يقول في سجوده: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا علي، عليك بصلاة الضحى في السفر والحضر، فإنه إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من فوق شرف الجنة: أين الذين كانوا يصلون الضحى؟ ادخلوا من باب الضحى بسلام آمنين، وما بعث الله من نبي إلا وأمره بصلاة الضحى. يا علي، من كرامة المؤمن زوجة موافقة تسره، والصلاة جماعة وجيران يحبونه. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان واجتنب الحرام فيه والبهتان أحبه الرحمن وأوجب له الجنان. يا علي، من أتبع رمضان بست من شوال كتب الله له صوم الدهر كله. يا علي، إن أولياء الله تعالى لم ينالوا سعة الله ورضوانه بكثرة العبادة، ولكن نالوها بسخاوة النفس والاستهانة بالدنيا. يا علي، السخي قريب من الله، قريب من رحمته، بعيد عن عذابه، والبخيل بعيد من الله، بعيد من رحمته، قريب من عذابه. يا علي، رأيت مكتوبا على باب الجنة:
أنت محرمة على كل بخيل وعاق ونمام. العاق هو يعني عاصي والديه، والنمام هذا اللي يقرض بين الناس، يروح لهذا يقول له فلان قال فيك، ويزيد يروح للأخر يقول له فلان قال فيك، هذا هو النمام. النمام الجنة محرمة عليه. يا علي، لما خلق الله تعالى الجنة قالت: يا رب لمن خلقتني؟ قال: لكل سخي وتقي. قالت أي الجنة: رضيت يا رب. وقالت النار: يا رب لمن خلقتني؟ قال: لكل بخيل ومتكبر. قالت: أنا لهما. يا علي، من خالف هواه كانت الجنة مأواه، ومن أطاع هواه كانت جهنم مثواه. يا علي، اتق دعوة السخي، فإنه متى عثر أخذ الله بيده. يا علي، من أطعم مسلما بطيب خاطر كتب الله له 1000000 حسنة، يعني مليون، ومحى عنه 1000000 سيئة، ورفع له 1000000 درجة. يا علي، أحب لأخيك كما تحب لنفسك. يا علي، اطلب الخير عند حسان الوجوه، وأكرم الضيف، فإن الضيف إذا نزل بقوم نزل معه رزقه، وإذا ارتحل ارتحل بذنوب أهل المنزل فيلقيها في البحر. يا علي، لا تدخل الملائكة بيتا فيه تصاوير أو تماثيل أو عاق لوالديه أو بيت لا يدخله ضيف. يا علي، اصنع المعروف ولو مع السفلة. قال علي: وما السفلة يا رسول الله؟ قال: الذي إذا وعظ لم يتعظ، وإذا زجر لم ينزجر، ولا يبالي بما قال وما قيل له. يا علي، صدقة السر تطفئ غضب الرب، وتجلب البركة والرزق الكثير، وباكر بالصدقة، فإن البلاء ينزل قبل البكور، فترد القضاء في الهوى. يا علي، إذا تصدقت فتصدق بأحسن ما عندك، فإن صدقة لقمة من حلال أحب إلى الله من 100 مثقال من حرام، وصدقة تقدمها قبل موتك أفضل من 100 مثقال يتصدقون بها بعد موتك. قال الله تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يا علي، تصدق على موتاك، فإن الله تعالى قد وكل ملائكة يحملون صدقات الأحياء إليهم، فيفرحون بها أشد ما كانوا يفرحون في الدنيا، ويقولون: اللهم اغفر لمن نور قبرنا، وبشره بالجنة كما بشرنا بها. يا علي، اعمل خالصا لله، فإن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يا علي، عليك بالدعاء بين الأذانين والإقامة، فإنه لا يرد. يا علي، إذا دعوت فابسط يديك حذو صدرك، ولا ترفعهما فوق رأسك، وتشير إلى الله بسبابتك اليمنى، يعني الصبع الأيمن. يا علي، لا تجهر بقراءتك ولا بدعائك حيث يصلي الناس، فإن ذلك يفسد صلاتهم. يا علي، من ذكر الله قبل الفجر وقبل طلوع الشمس وقبل غروبها استحيا الله أن يعذبه بالنار. يا علي، إذا صليت فاقعد مكانك حتى تطلع الشمس، فإن الله يكتب لمن يجلس مكانه حجة وعمرة أو عتق رقبة أو صدقة 1000 دينار في سبيل الله. يا علي، من قال كل يوم 25 مرة: أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، كتبه الله من أوليائه. يا علي، من قال كل يوم 10 مرات:
لا إله إلا الله قبل كل أحد، لا إله إلا الله بعد كل أحد، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد. من قال هذا لم يبق ملك في السماوات إلا استغفر له. يا علي، من قال كل يوم اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت لم يحاسبه الله بما فعله في الدنيا. يا علي، من كبر 100 قبل الشمس و100 قبل الغروب كتب الله له ثواب 100 عابد و100 مجاهد في سبيل الله تعالى. ومن صلى علي كل يوم أو ليلة 100 مرة وجبت له شفاعتي، وكثرة الاستغفار حصن للتائبين من النار. يا علي، أصدق وإن ضرك في العاجل، فإنه أي الصدق ينفعك في الآجل، ولا تكذب وإن نفعك في العاجل فإنه يضرك في الآجل. يا علي، من كثرت ذنوبه ذهب بهاؤه. يا علي، عليك بصدق الحديث وحفظ الأمانة وسخاء النفس وعفة البطن. يا علي، بئس الصديق الذي يقصر في صديقه ويفشي سره. يا علي، 1000 صديق قليل وعدو واحد كثير. يا علي، للصداقة علامات، أن يجعل ماله دون مالك، ونفسه دون نفسك، وعرضه دون عرضك. العرض هو الشرف. يا علي، لا توبة للتائب حتى يغسل بطنه من الحرام ويطيب لبسه. يا علي، إذا أتى على المؤمن 40 صباحا ولم يجالس العلماء قسى قلبه وجسر على الكبائر، لأن العلم حياة القلب. يا علي، إن الله لا يستحي من عذاب غني سارق وعالم فاسد. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تعير أحدا بما فيه، فما من لحم إلا وفيه عضد، ولا كفارة للغيبة حتى يستغفر له. يعني ما كانش حاجة الإنسان يتسامح بها إذا كان اغتاب إنسان، حتى وين يستغفر لهذاك الإنسان اللي يتكلم فيه. يقول: أستغفر الله لي ولفلان الذي أذيته بلساني. يا علي، ما خلق الله في الإنسان أفضل من اللسان، يدخل به الجنة أو يدخل النار، فاسجنه فإنه كلب عقور. يا علي، لا تلعن مسلما ولا راية فترجع اللعنة عليك. يا علي، الدين كله في الحياة، وهو أي الحياة أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى. يا علي، لا دين لمن لا خشية له، ولا عقل لمن لا عصمة له، ولا إيمان لمن لا ورع له، ولا عبادة لمن لا علم له، ولا مروءة لمن لا صداقة له، ولا أمان لمن لا سر له، ولا توبة لمن لا توفيق له، ولا سخاء لمن لا حياء له. يا علي، من لم يكن ورعا عن المعاصي فبطن الأرض خير له من ظهرها، لأنه لا إيمان له. يا علي، أصل الورع ترك الحرام وما حرم الله، ورأس الكرم في ترك المعاصي. يا علي، إن الرجل ليبلغ بالخلق الحسن درجة الصائم القائم الغازي في سبيل الله. يا علي، كن بشاشا فإن الله يحب البشاشين ويبغض العبوس الكريه الوجه. يا علي، رأس العبادة الصمت إلا من ذكر الله. يا علي، كثرة النوم تميت القلب وتذهب البهاء، وكثرة الذنوب تقسي القلب وتورث الندامة. يا علي، من أنعم الله عليه فشكر، وإذا ابتلاه فصبر، وإذا أساء استغفر،
دخل الجنة من أي باب شاء. يا علي، إذا كان يوم القيامة يأمر الله بناس إلى الجنة، فإذا دنوا منها أي قربوا، أغلقت الأبواب في وجوههم وقيل لهم: إنا نضحك بكم كما كنتم تضحكون بالمسلمين في الدنيا. ويأمر الله بقوم آخرين إلى الجنة، فإذا دنوا منها ردوا إلى النار، فإذا أخذتهم النار من كل مكان يقولون: ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا جنتك كان أهون علينا. فيقول الله تعالى: كذا أردت بكم، لأنكم عشتم في الحرام ومتم مجرمين. يا علي، ما من يوم جديد إلا ويقول: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فانظر ماذا تفعل. يا علي، إياك وعلية القوم لا يذكرون إلا دنياهم. فقال علي: ومن هم يا نبي الله؟ قال: الأغنياء وأصحاب الدنيا الذين هم مقبلون على جمعها كإقبال الوالدة على ولدها، وأولئك هم الخاسرون. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس عند الله تعالى أنفعهم للناس، وشرهم عند الله تعالى من طال عمره وساء عمله، وخيرهم من طال عمره وحسن عمله، وأبغض الناس إلى الله من أكل وحده ومنع رفده وضرب عبده، وأكرم الغني وأهان الفقير، وأشر منه من عاش في الحرام ومات في الحرام، وأشر منه من طال عمره وساء فعله ولا يتوب عما نهاه الله تعالى وهو يطمع في مغفرته، وأشر منه من أظهر الصداقة لأخيه المسلم ويدبر له خلافها، وأشر منه من ذهب أول عمره غفلة وآخره كسلا عن طاعة الله تعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا علي، علامات الصبر حسن السريرة عند الله وحسن الخدمة. يا علي، للمؤمنين ثلاث علامات: بغض المال، وبغض النساء أي الفسق، وبغض الكلام في أعراض الناس. يا علي، للعاقل وللمؤمنين ثلاث علامات: الاستعانة بالدنيا على الآخرة، واحتمال الجفا، والصبر على الشدائد. يا علي، وللعالم ثلاث علامات: صدق الكلام، واجتناب الحرام، والتواضع. وللتقي ثلاث علامات: يتقي الكذب والخبث وجليس السوء، ويدع شطر الحلال مخافة أن يقع في الحرام. يا علي، وللصدق ثلاث علامات: كتمان العبادة يعني إخفاء العبادة، وكتمان الصدقة، وكتمان المصيبة ما يشكيش للناس. يا علي، وللعابد ثلاث علامات: يمقت نفسه يعني يبغضها، لأنها دائما تأمره فقط بالسوء، يمقت نفسه ويحاسبها، ويطيل القيام بين يدي الله. وللصالح ثلاث علامات: يصلح بين الله وبينه بالعمل الصالح، ويصلح دينه بالعمل الصالح، ويرضى للناس ما يرضى لنفسه. يا علي، وللسعيد ثلاث علامات: قوت حلال، ومجالسة العلماء، والصلوات الخمس مع الإمام. يا علي، وللمؤمن ثلاث علامات: يبادر في طاعة الله، ويجتنب المحارم، ويحسن إلى من أساء إليه. يا علي، وللسخي ثلاث علامات: العفو عند المقدرة، وإخراج الزكاة، وحب الصدقات. يا علي، وللحليم ثلاث علامات: يصل من قطعه، ويعطي من حرمه، ويعفو عمن ظلمه. يا علي، وللصبور ثلاث علامات: الصبر على طاعة الله تعالى، والصبر على مصيبته، والصبر على قضاء الله. يا علي، وللتائب ثلاث علامات:
اجتناب الحرام والحرص على طلب العلم، ولا يعود إلى الذنب كما لا يعود الحليب إلى الضرع. يا علي، وللكافر ثلاث علامات: الشك في الله، والبغض في عباد الله، والغفلة عن طاعة الله. أعوذ بالله من الكفر، نعوذ بالله من الكفر، نعوذ بالله من الكفر. يا علي، وللمنافق ثلاث علامات: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان ولا تنفعه موعظة. أعوذ بالله من النفاق، نعوذ بالله من النفاق، نعوذ بالله من النفاق. يا علي، وللأحمق ثلاث علامات: التهاون في فرائض الله، وكثرة الكلام في غير ذكر الله، والطعن في عباد الله. هذا الإنسان اللي ظل يتكلم في الناس: فلان فيه، فلان فيه، فلان فيه. يا علي، وللمخذول ثلاث علامات: كثرة الكذب، وكثرة الأيمان الفاجرة، يعني ظل يحلف في الأيمانات الفاجرة يعني الكاذبة، وكثرة الحوائج إلى الناس، يظل يروح للناس: أعطوني هذه، أعطوني هذه، أعطوني هذه. يا علي، وللشقي ثلاث علامات: قوت الحرام، واجتناب العام، يعني جابد روحه من أمة محمد، وصلاة لوحده. يا علي، وللمجرم ثلاث علامات: حب الفساد، وضر العباد، واجتناب الرشاد، يعني يبتعد عن كل طريق فيه الخير. يا علي، وللظالم ثلاث علامات: لا يبالي من أي شيء يأكل، ويقهر مدينة، ويبطش به إذا أمكنه. يا علي، إذا دخلت المسجد فابدأ برجلك اليمنى، واطلع أي أخرج برجلك اليسرى. يا علي، عليك بسورة ياسين صباحا ومساء، فإن من قرأها كذلك كان في أمان الله. يا علي، من قرأ سورة الحشر كل ليلة كفي شر الدنيا والآخرة، يعني يحفظه الله من شر الدنيا والآخرة. سورة الحشر هي قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، إلى آخر السورة. يا علي، من قرأ سورة البقرة ليلة الجمعة طلع له نور ما بين السماء السابعة إلى تحت الأرض. ومن قرأ سورة الدخان وسورة الملك ليلة الجمعة، يعني سورة حاميم اللي مذكور فيها الدخان، وسورة الملك يعني سورة تبارك، غفر الله له ذنوبه وكفي فتنة القبر. ومن قرأ عند مضجعه، يعني لما يجي راح يرقد، ومن قرأ عند مضجعه آخر سورة الكهف بني له سور من النور من رأسه إلى كعبه. ومن قرأ سورة الطارق عند مرقده كتب له بعدد نجوم السماء حسنات. يا علي، من قرأ سورة الملك يعني تبارك وتلا بعد قراءتها: اللهم اعصمني بالإسلام قائما، واعصمني بالإسلام قاعدا وراقدا، ولا تشمت في عدوا ولا حاسدا، اللهم إني أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، وأسألك الخير الذي بيدك. من قال هذا كفاه الله ما أهمه من الجن والإنس والدواب. يا علي، إذا أردت حاجة فاقرأ آية الكرسي، وادعوا الله في الهموم والكروب، وقل: يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، فاغفر لي وأصلح لي شأني وفرج همي، فإن الله يكشف عنك الهموم ويفرج عنك الكروب ويقضي لك الحوائج. يا علي، إذا أصبحت فقل: سبحانك ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. يا علي،
أكثر من الدعاء الذي علمنيه جبريل عليه السلام، وهو أن تقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. قال له: يا علي، كثر من الدعاء اللي علمه لجبريل عليه السلام، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام أن تقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. هذا حتى ذات مرة السيدة فاطمة رضي الله عنها سألت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، لو كان نشوف ليلة القدر، لو كانت نفتح علي يفتح علي القدر في ليلة القدر، قالت: وش نقول وش ندعي؟ قال لها: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللي يعفى عليها الله وأعطاها العافية أعطاه خير الدنيا والآخرة. هذا دعاء شامل في خير الدنيا وخير الآخرة. يا علي، إذا رأيت الهلال فهلل ثلاثا، يعني قل لا إله إلا الله، وكبر ثلاثا، أي قل الله أكبر، وقل الله أكبر وأعز وأقدر مما أخاف وأحذر. يا علي، إذا لقيت من تحذره فقل: اللهم إني أدرأ نحره، ومعنى أدرأ يعني أدفع، وأستكفيك غضبه وأعوذ بك من شره. يا علي، أبدأ من لقيت من المسلمين بالسلام: يكتب الله لك 20 حسنة، ورد السلام فإن الله يكتب بمن رده 40 حسنة. يا علي، إياك والغضب، فإنه من الشيطان، وهو أقدر ما يكون عليك في حالة الغضب. يعني قال له: يا علي، رد بالك من الغضب، والغضب راه من الشيطان، والشيطان راه ما يقدرش عليك، ما يقدرش يضلك ويغويك ويحرفك على طريق الله إلا ما تكون غضبان. وطبعا الإنسان إذا كان غضبان يقول اللي جات على فمه، يقدر يحرق، يقتل، يتكلم كلام فاحش. ولهذا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم نهاونا على الغضب. أعيد الحديث: يا علي، إياك والغضب، فإنه من الشيطان، وهو أقدر ما يكون عليك في حالة الغضب. وإياك ودعوة المظلوم، فإن الله يستجيب له وإن كان كافرا فعليه كفره. يعني الله سبحانه وتعالى يقبل دعوة المظلوم ولو كان كافر. في الكافر كافر نفسه، والظلم ظلم العباد، في الكافر بينه وبين الله، أما الظلم الله سبحانه وتعالى حرمه، حتى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم يدع الديار بلاقع، يعني يخلي البيوت. يا علي، إياك واليمين الفاجرة، فإنها منفقة للسلعة وممحقة للرزق والعمر. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا علي، من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أرغم الله أنف عدوه، ومن صدق في أموره غضب الله لغضبه. وإذا بكى اليتيم اهتز العرش، فيقول الله: يا جبريل، وسع النار لمن أبكاه. يعني يا جبريل، وسع النار لهذا اللي بكى اليتيم، ووسع الجنة لمن أضحكه. يا علي، الدين النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين. يا علي، 7 من أمتي في الجنة: شاب تائب، ومن تصدق سرا، ومن ترك الحرام، ومن يؤدي صلاة الضحى، ومن كان ذهاب ماله أهون عليه من فوات صلاة واحدة مع الإمام، ومن دمعت عيناه من خشية الله، ومن زاحم العلماء في مجالسهم. يا علي، من أرشد الأعمى بيده اليسرى جاء بيمينه في يمينك. قال له: يا علي، اللي قود أعمى بيده اليمنى، اللي قود أعمى بيده اليسرى، يوم القيامة يجي
ويمين هذاك الإنسان اللي يجود لعمة في يمين سيدنا علي ويدخل معه الجنة. يا علي، من استأجر أجيرا ثم لم يفه أجره حتى الله عمله وكان خصمه يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال له يا علي، اللي يجيب واحد يخدم له حاجة وما يخلصوش في أجره، الله سبحانه وتعالى يسقط له عمله ويكون خصمه يوم القيامة. يا علي، أحفظ وصيتي كما حفظتها عن جبريل عن رب العالمين، تقدست أسماؤه ولا إله غيره. هكذا إخوتي وأحبائي في الله تنتهي وصية الله هذه لنبيه وحبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك سيدنا صلى الله عليه وسلم أوصى بها سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي عنه وأرضاه وعن جميع ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والكذب والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر وضيق الصدر. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ودعاء لا يسمع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله وسلم وبارك وشرف وعظم ومجد ووالى وأنعم على سيدي وحبيبي ومولاي محمد عليه أفضل الصلاة وأطيب التسليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أستودعكم الله إخوتي وأخواتي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وحتى نلتقي ثانية في درس جديد بعون الله أقول لكم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم كل خير.